مام لافامي كي دايرين هانيين مزيان، نتمنوا تكونوا بخير، ونتمنوا الدروس اللي درنا انكم تكونوا كتبعوهم وتكونوا استفدتوا منهم واحد شويه، ويكون يعني كديروا داك التمرين اللي درنا اليوم. جينا عندنا واحد الطلب على حسب الطلبات اللي كطلبوا في لي كومونتير، شي اخوان من الاصدقاء ديالنا قال لك بغينا شويه ديال الخلاس، تعلموا شويه ديال الخلاس فيه بس ماشي مشكل. اليوم جينا نديرو اسهل خلاس ممكن تعلمو، ساهل وزوين وديال الشعبي ديال بصح. المهم نطلقوا وتسمعوا بعدا الخلاس بعدا كيفاش كيجي وعاد نديرو. وما فيه ثلاثه ديال الرغاء. اول واحد هو هذا، انا غنديرهم دابا ثلاثه باش تسمعوهم كيفاش غيجي، وغادي نوريكم كيفاش ديك الساعه كيفاش تعزفوا. كتشاهدوا هادو هما الخلاس اللي جينا بهم اليوم، يعني رويغلات ساهلين وفي المستطاع ان واحد اي واحد يعزفهم. نبداو باول راغو اللي هو هذا. شنو كدير فيه؟ كدير فيه صول هان صول صول، وكتبرك على الله في ديك الجره الاولى، يدك كتبقى كما هي ما تحركاش مين تبرك على ديك الله، حتى كدير هانتوما كما كتشاهدوا في لارشي، يعني لارشي هنا اللي كتخدم بزاف. وليني انت كتنسمو بشويه بهاد السي فيها الربع، ها هي فين غتجي الا بانت ليكم هنايا، ها فين كتجي هنايا السي، وهنايا السي بالربع، ها هي هي واحد شويه يعني الربع. كيفاش بحال دابا نديرو مثلا بين هاد النوطة وهاد النوطة، هنايا كاين الله وهنايا السي، النصف ديالهم النصف ديالهم هو البيمول، هنا غتكون السي بيمول في النص ديالهم. إلا جينا بين هاد النوطة وهاد النوطة، النص ديالها كتسمى هاديك بيمول، النص هنا كتعطينا البيمول، وبين النص ديال النوطة والنوطة الأخرى، يعني بين السي بيمول السي بيمول والسي، النص ديالها النص ديالها يعني هو الربع ديال كما كنقولوا الربع ديال هاد النوطه، هادي النوطه هادي الربع ديالها غيكون هنايا، يعني الا كان هنايا النصف يعني هنا يكون الربع، هنايا كتسمى هذا السي بالربع يعني ناقص 50. دابا ما عليناش نكملوا بعد الخلاس ديالنا. عندنا هنايا قلنا ولين الا نسمنا بهادي سمعها كي غيتسمع من الدخول هنا السي بالربع. هي كتقيس ولينا الاصل راه هو هذا،
يعني ملي كتجي تزوق شويه كتزيد داك هذيك التشعيره ديال هاد السي هاد السي بالربعه. هادو كتلعبوا في بياتيلا باش تعرفوا الى ما قام بعدا كتلعبوا هاد الخلاسات هادو بثلاثه يعني في بياتيلا، لا هذا ولا هذا ولا هذا. هادو كاملين بياتيلا. شنو الفرق شنو المحط ديال البياتيلا؟ البياتيلا عندنا الصول لا هنايا موالفين كنديرو السي في العجم كنزيدو داك الربيه هو اللي كيفرزها الربع. هنايا عندنا صول لا سي بالربع، عندنا هنايا الضو عاديه ضو، هنا ري، هنا المي، هنا كاين الفا، هنا موالفين كنديرو هنايا الفا دييز اللي هي الصول بيمول. هنايا كنجيو كنحطو حدا الصبع هذا، هذا هنا كتكون واحد هنا النوطه ديال الفا، هذه هي الفا. كتكليك كتبرك هنايا فا، عندنا هنايا الصول، ها فين هنايا هنايا الله الله باش نكملوا من الله حتى الله. هذا كيتسمى بياتيلا. عاود عقل معايا، عندنايا لا، عندنا هنايا السي بالربع، عندنا هنايا عندنا هنايا الضو، هنا الري، هنايا المي، هنا الفا، هنا الصول، هنايا عندنا الله. هذا هو بياتيلا. انا نرجع بلا ما نهضر. هذا بياتيلا، يعني هنا فين غنديروا الخلاس ديالنا، يعني نكملوا الخلاس ديالنا. عندنا هنايا كما قلنا، نتمنى هذا يكون تشد، يعني صول صول وفي الاخر ديالها كتبارك على الله، ما كتهزش يدك حتى كتكمل الرباط. يعني هذا يعني تشد، نتمنى يكون تشد. هذا دابا غنجيو لهاد الخلاس هذا. دابا هنا كيبان لكم صعيب ولكن هو ساهل. هانت كدير هانت عندك دو سي، هنا ديما الربعة زادو بياتي. هانت هانت كدير دو سي لا صول لا. واش عاود ديك الى شفتو معايا؟ هانت دو سي لا صول دو سي لا صول دو سي لا صول دو سي لا صول. هنا كنديرو دو سي لا صول، كنعاودو لا دو سي لا صول لا. شوف لا عقلتي. غنديرو دابا تقيل باش تعرفوا كيفاش غندير له بلا ما نقول لي نوض. دابا باش تعرف تعرف الراس نيت هات. في الاخر كتزيد ديك صلا صلا كتزرب كيتسمع بحال هكا، هو راه بحال نيت عادي ملي كدير. نتمنى هذا يكون تشد. دابا بقى لينا باش هذا كيبان لكم صعيب ولكن الا وزعناه يعني الا فرقناه غيتسمع يتسمع يتبان ساهل. ساهل. كنبداو من الضو. هانت دوري مي دوري مي دوري مي هانت دو ري مي.
كتلعب في الكاتريام وفي التروازيام، الاخرين كيتلعبوا في الكاتريام. هذا يلا انا ندير انت ملي كدير دو ري مي بحال الاخر اللي قلنا كتشعر بهذا باش تعطيك ليك هلا. واخا ما كنصحكش انك تعلم هاد الفيبراتور من دابا، ولاني من بعد هاد الكليساج ولا يعني باش يبدا تفيبري بحال هكا، ولاني لا درتيها باش كتسمع ديك بحال هكا. وليني من الاحسن تديرو عادي. هانت عندنا دو بلا ما ديرها دو ري مي دو ري مي، ملي كدير عاوتاني كدير دو ري مي دو ري لا دو ري لا دو ري دو ري دو ري لا لا في الكاتريام. وليني في الله بغيتي تزيد عاوتاني داك الزوق كدير هكا في السي السي بالربع. وليني القصر بلا بيها انا بلا ما ندير داك الاخر هنايا وبلا ما نديره هنايا وغتسمعات. هيا الاخر كيزيد ديك ديك الرنه ديال الشعبيه، يعني بحال كنقولوا يعني بحال كيزوق كي يعني الودان كتولي كتقبلها. اما لا درتي سامبل يعني كيجي بحال كنقولوا ناشف، اما ملي كتقيس في هذاك يعني كتولي فيه واحد الحلاوه. دابا انا هانتوما عقلوا قلنا دو ري مي دو هانت دو ري مي دو ديريكت من هانت دو ري مي دو ري لا دو دو ري مي دو ري لا. انا نديرها بشويه باش تعرفوا. هذيك ولاها هي اللي كتعطي ديك النسمه كما قلنا. انا نديرو بلا بيها بلا بيها، دابا نديرو مزروب بلا بيها. يلا نتمنى تكون استفدتو ولو غير شويه من هاد الدرس هذا، واخا هو ماشي درس، هذا غير طلب خاص فتره الأصدقاء ديالنا. المهم كانت هذه هي الحصة ديالنا، ونتمناو أنكم تدعمونا بالاشتراك. المهم نخليوكم دابا وتسناو الدرس الجاي إن شاء الله، غتكون فيه شي حاجة اللي مزيانة إن شاء الله، راه كنوجدو باش نخدمو إن شاء الله. والله ولي التوفيق للجميع إن شاء الله، والسلام عليكم. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.